بالله عليك لو قلت الآن لمن لا يصلي لماذا لا تصلي؟ سيطأطي رأسه خجلا وسيستحي من الإجابة، لأنه لا يجد له عذرا، لا يجد له عذرا في الدنيا أبدا. هذا سؤال بشر سيخجله. بالله عليك لو أن الذي سألك هو الله، أعطاك الله من النعم ما أعطاك، لك عينين ترى وغيرك يتمنى أن يدفع مال الدنيا ليرى، اذهب إلى المستشفى تغسل وجهك كل يوم في الصباح وغيرك يغسل كليته كل يوم في الصباح، ترى في الصباح ضوء الشمس ووهج النهار واخضرار الأشجار وزهور السماء وغيرك لا يرى، غيرك لا يرى ويتمنى أن يرى، تسير على قدميك وغيرك يتمنى أن يسير على قدميه حتى يصل إلى المسجد بأسرع ما يكون فيدرك تكبيرة الإحرام. لك يدين تسمع، أنت الآن جالس تسمعني، أنت الآن جالس تسمعني، غيرك لا يسمع، غيرك يتمنى أن يسمع صوت أبيه أو صوت بنته.